السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على طريقة حل المشكل اللي صرا بزاف كي تانستالي الكود بلوكس، يعني بعد تنصيب برنامج كود بلوكس نجو داخلين فيه تظهر لنا هذه الرسالة اللي هي can't find compiler executable in your configured search path. يعني شوفوا مليح كي ندخلوا واش يخرج لي. هذا هو برنامج كود بلوكس، يعني اللي نكتبوا فيه الكود تاع لغة سي بلاس بلاس. تعالي هذه الرسالة، هذه معناه لو كانت بغيت تكتب كود ودير ليكزيكيسيون ما يمشي لكش، تما خاصك تحل هذا المشكل. كيفاش؟ نجو اولا عند سيتينغز، يعني بارامتر، تختار كومبايلر، بعد تجي عند تول تشين اكزيكيوتيبلز. الحاجة الاولى اللي ديرها هي يعني تضغط هنا على اوتو ديتكت، دير يس، ومن بعد تبدل هذا الباث. تجي هنايا تختار بين هذه سيلكت فولدر، تمحي هذه من بعد. يعني باختصار لازم تكون كاتب هذه كيما هاك تكون مكتوبه صاي، ومن بعد تجي تبدل فيه هذا. الاولى ديرها جي سي سي، يعني تختار هذه دير اوبن، والزوجة والثالثة ديرهم جي بلاس بلاس، يعني تختار هذه اوبن، نفس الشيء في الثالثة. وهذو تخليهم كاع كيما راهم، بعدا دير اوكي. دونك لو كان يعني نخرجو نعاودو ندخلو ما يظهرش هذاك المشكل. كما راكم تشوفوا راح المشكل. مثلا تبغي دير بروجي اكزيكيوتي لك عادي، نعطولها اي اسم، سورس مين، كون دير ليكزيكيسيون ما يصراش مشكل كما راكم تشوفوا، يعني كل شيء راه مليح. هذا كان حل المشكل هذا. اتمنى الشرح كان مفيد، ونتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.